بس ليلى مراد دي أسطورة. أنا يعني طبعا ما اتولدت ما كانش أمي كانت اعتزلت، فأنا كنت بتفرج على أمي في التلفزيون، يعني بشوف الأفلام في التلفزيون. كنت دايما أنا طفل صغير بستغرب جدا من دي أمي، دي أمي اللي على جنبي. ف يا خبر أبيض، فكان عندي طبعا نوع من الانبهار جدا. وفي نفس الوقت أمي ستة بسيطة جدا، أحلامها بسيطة جدا، قاعدة في البيت بتربي عيالها ومتجوزة، ودي كانت أحلامها. فكان عندي الحتتين، يعني الانبهار بيها وفي نفس الوقت إحساسي بيها كأم. يعني أنت اتولدت بعد أو وعيت وكانت اعتزلت؟ هي اعتزلت أما خلفت أخويا أشرف أباظة 53. أحكي لك، هو مرة كنت في أفلام طبعا متكررة بطولة أنور وجدي، وأنا كنتش بحب أنور وجدي. فكان ليا أغنية شهيرة جدا على الموتوسيكل، مش فاكر بالظبط اسم الأغنية إيه، بس حصل إنها على الموتوسيكل وماشية وأنا بتفرج وأبويا كان قاعد، وبعدين حصل إنها بسيته في خده أو حاجة زي كده. فانا استغربت جدا وقلت له بابا ليه انت مش قاعد وراها على الموتوسيكل؟ كويس. انت ما كنتش بتحب انور وجدي باحساس الطفوله العام ولا عشان هو في يوم من الايام كان زوج والدتك؟ لا، هي في البدايه طبعا كانت غير الطفل على امه، وبعد كده لما كبرت بقى امي حكيت لي عليه، هي اتعذبت معاه كتير فما حبيتهوش بصراحه. في الاول كانت البدايه جدي زكي مراد كان هو اللي بيضغط عليها جدا، فلما اتجوزت انور فبقى انور هو اللي بيحميها من سلطه ابوها، وبعد كده بقى هو السلطه نفسها، وده حصل فعلا. مسكينه. هي كانت حاسه ان هي يعني معذبه. الى حد ما. يا خبر ابيض. ده حقيقه. الابتسامه دي كانت صاحبتها معذبه. ده حقيقي. بس هي كانت دايما عندها كلمه كده بتقولها لي، ان هي صوت يتسمع ويتشاف، يعني هي كانت صوتها مرتبط جدا بصورتها، ولذلك هي عمرها ما غنت على المسرح. ليه بقى؟ كانت بتترعب من المسرح. كانت تقول لي طبعا العظيمه ام كلثوم، تقول لي انا مش قادر افهم ام كلثوم دي ازاي بتقعد 3 ساعات على المسرح، يعني بتقول لي ده جبروت. فهي كانت تخاف جدا. هي كانت خجوله ولا؟ خجولة، يعني في الانترفيوهات والحاجات دي كانت بتبقى خجولة جدا. ايه احلى حاجة عملها لك وهي بتحبيها؟ والله عمل لي الحان كتير، بس الحاجات اللي كانت يعني اثرت فيا طبيب القلب فيلم لإحسان صدقي، وبعدين اللحن اللي احنا مقدمينه في البرنامج ده. ده يعني حسيته قوي، وبعدين الحان، وبعدين انا زي ما انا. بس الواحد بقى بينسى حاجات كتير عمل لي منير. يا رزا ونسيتني، مش كده؟ يا هيرا هيرا يا رزا، من عزا مش هي ولا تعيب. يا طبيب القلب تم بيت حبيب القلب، عملت معاها افلام كتير. طبعا ايه رايك فيه؟ مش مقصودش كارتست يعني، انما كعمل في فيلم مع بعض، يعني كنت رائع الحقيقه، رائع. يعني الواحد ما يحسش ان هو ده يوسف بيوهبي، يحس كانه واحد اي موظف اي عامل في البلاتو. يعني بيحب فيلم.
جدا جدا، يعني ما الواحد ما يخافش منه، ما اعرفش ازاي.